فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. حفظكم الله يا معالي الشيخ. هنا السائل يأمل منكم تقديم كلمة عن أهمية القرآن وتدبره، وما حكم من يخوض في التفسير بغير علم؟ القرآن هو حبل الله المتين كما وصفه النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الصراط المستقيم، وهو الذكر الحكيم، وهو نعمة الله على عباده المسلمين. فواجب المسلم أن يتعلم القرآن وأن يعلمه وأن ينشره بين الناس ويدعو إليه ويعمل به. هذا موقف المسلم من القرآن. القرآن لا يفسر بالأفكار والآراء والاستحسانات. القرآن يفسر بعدة أمور. أولا يفسر القرآن بالقرآن، لأن القرآن يفسر بعضه بعضا، فيرد متشابهه إلى محكمه فيعرف المتشابه ويتبين معناه. يفسر القرآن بالقرآن. ثانيا بعد القرآن يفسر بعد تفسير القرآن بالقرآن يفسر القرآن بالسنة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم. فالله أنزل هذا القرآن على نبيه ليبينه للناس ويفسره للناس، وقد قام صلى الله عليه وسلم بذلك خير قيام، بلغه لأمته وفسره لهم كما في الأحاديث الصحيحة. ثم من بعد تفسير القرآن بالقرآن يفسر القرآن بتفسير الصحابة رضي الله عنهم، لأنهم عاصروا الرسول صلى الله عليه وسلم، تعلموا منه وعرفوا معاني القرآن من الرسول صلى الله عليه وسلم، فيؤخذ بتفسير الصحابة. رابعا يؤخذ تفسير القرآن من اللغة التي نزل بها. بعد تفسير القرآن بالقرآن، وبعد تفسير القرآن بالسنة، وبعد تفسير القرآن بأقوال الصحابة، يفسر القرآن باللغة التي نزل بها، ولأنه نزل بلسان عربي مبين، فيؤخذ معناه من معنى اللغة التي نزل بها.